أيها الشعب، لقد حصلت مؤخرا هزات كثيرة، لذا نحتاج إلى أن نستعد لأي زلزال وشيك. اليوم سيعطي المتطوعون لدينا المعدات اللازمة لكل منكم. مرحبا مسكرز، تفضل هذا. شكرا. هيا نهلا لحظة، أحتاج واحدة إلى صديق اليسروع. قلت يسروع؟ خذ هذه إذن. شكرا. حالة طارئة، يجب أن نذهب. وداعا. وداعا. هيا هي يسروع، أحضرت لك عدة طوارئ. أوه يسروع، لما غلفت نفسك على هذا النحو؟ مرحبا، ما الحالة الطارئة؟ ثعبان من الزواحف، إنه واحد من فريق الإنقاذ من الزلازل، عمله إيجاد الحيوانات المفقودة. هذا الصباح تعرض لحادث وهو يوزع عدة الطوارئ، يحتاج إلى مساعدتكما. مستعدان فريق الإنقاذ القارئ، هيا. أنا آسف. لا بأس، كان مجرد حادث، لكن ما زال علي تسليم ما تبقى من العدة، يجب أن أسرع. لا تقلق، سيصل فريق الإنقاذ الخارق قريبا. أرأيت؟ لقد وصلوا. مرحبا سيد ثعبان، أخبرني كيف تشعر الآن؟ أشعر بدوار خفيف كما لا أرى بوضوح. لا تقلق، سوف نساعدك. دعني ألقي نظرة عن قرب، سأبدأ التحليل. إليكم النتائج، يبدو أن الحفر لديه مجروحة. الحفر لديه السيد ثعبان قصير النظر، لديه حفر صغيرة بين عينيه ومنخريه، هذا ما يشتهر فيه، فهي تساعده على كشف الحيوانات القريبة كونها حساسة على الحرارة. لقد فهمت، سوف أعالج لك الأمر. شكرا لك، سأتقلص الآن. ترى أين هي؟ لقد وجدت الإصابة. الموجة الضوئية. ميو ميو، لقد انتهيت. أنا أرى بوضوحني الآن. لما المنزل يهتز؟ لا، إنه زلزال. زلزال زلزال، ما العمل؟ لا تخف، احمي رأسك، لنذهب إلى مكان آمن من هنا بسرعة. فلينتبه الجميع. المكان خطير، اختبئا تحت الطاولة.
ما من مساحة كافية تحت الطاولة. ميو ميو، نستطيع أن نختبئ في الحمام. أسرعي، اكتشفي الزاوية. لقد توقف، تعالي معي. حسنا، هيا بنا. هل نخرج من هنا؟ خلال الزلزال لا تستخدموا المصعد، بل استخدموا السلالم. آه، إنها هزة ارتدادية. المنطقة المفتوحة، هناك مأوى للحالات الطارئة. الآن نحن في أمان. كيكي، انظر. نذهب ونرى إذا تأذى أحد. ما رأيك؟ هل وجدت شيئا؟ لا، لا يوجد أحد في المكان. كيكي، تعال إلى هنا. هناك، سمعت صافرة. اسمعي، السيد ثعبان بارع جدا في الكشف، يستطيع المساعدة. سأبدأ فورا. ها هناك. يسرو، استيقظ، انظر إلي، أنا خائف. ويسكرز في الداخل، علينا إخراجه حالا. الأمر طارئ، سأتصل بالمقر للمساعدة. كاكا، ويسكرز عالق داخل المبنى، نحتاج إلى المساعدة. تلقيتك. هينك، مومو، يحتاج كيكي إلى مساعدتكما. انطلقا رجاء الآن. فريق الإنقاذ الخارق، هيا بنا. تحصل هزات ارتدادية، يجب أن نخرج ويسكرز من هناك بسرعة. لا مشكلة، سأفعل هذا. تشغيل. أنا الوحية الخارقة، طيني. والآن جاء دورنا. أجل. لقد جئتم لإنقاذي. لا، إنها هزة ارتدادية. السرعة الفائقة. أه،
انظرا، أليس ذلك كيكي؟ نحن بخير. أجل رائع، أجل. ها؟ فريق الإنقاذ الخارق، لقد أنقذتم الجميع. شكرا لأنكم كنتم شجعان. ما الأمر يا ويسكرز؟ يسروع، أنا لا أجد صديقي المقرب يسروع. لا لا تبكي، انظر. يسروع. شكرا كيكي. إنه يستيقظ. واو، تحول إلى فراشة. فريق الإنقاذ الخارق يبقيكم في أمان. بيبي باس، مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. خذ من فضلك تذكرتك. شكرا لك. لا أملك ما يكفي من المال للعبة القطار. انتبه. أنا آسف، آسف جدا. مرحبا، جئت لأخذ حقيبة ظهري. تذكرتك من فضلك؟ طبعا. ولكن أين هي؟ كانت معي توّاً. من دون تذكرة لا حقيبة. لا، ماذا أفعل؟ كيف أثبت أن حقيبة الظهر لي؟ أجل. اسمع، في حقيبة سيارة لعبة تهز. أنا لا أسمع شيئاً. حين أضغط على الزر تصدر حركة، هل تصدق الآن؟ أجل، ها هي. مهلاً، هذا ليس دليلاً كافياً. لعب السيارات كلها تطن هكذا، إذن هذا لا يثبت أنها حقيبة الظهر خاصتك. ها انظر، أترى الصورة على الحقيبة؟ هذا أنا. لا أظن أن هذا أنت. ماذا؟ هذه صورتي أنا بالتأكيد. أنا أرى المشكلة. هل نحن متشابهان؟ لا، ثمة شيء على الرأس. لا لا أظن. لا لا لا، هذا يكفي. هذا ليس أنت بالتأكيد. هذا أنا بالتأكيد. انظر، الكاميرا. سوف تراني وأنا أعطيك الحقيبة هذه. انظر، هذا أنا. ماذا حصل؟ لربما توقفت الكاميرا عن العمل قليلاً. أنا آسف جداً. انظر، ويسكرز، أنا هنا معي، سيثبت الأمر. ويسكرز، ينتظرك صديقك كيكي عند صندوق الأمانات. لا يهتم إلا بالطعام.
ويسكرز، أحضرت لك الحلوى، تعال إلى صندوق الأمانات. ويسكرز، انتظر، أخبره أن حقيبة الظهر تلك لي. قطعة أخرى. لا، ليس قبل أن تخبره. ويسكرز، قطعة أخرى بعد، أرجوك. لا، يجب أن تساعدني أولاً. رأيت كيكي يضع شيئاً هنا. وما الذي وضعه؟ لقد كان ويسكي. ولكني لا أعرف ما كان. حلوى. لذيذة. التقينا مجددا. جئت لأخذ حقيبتي. ها هي. هذه ليست لي، لكن تذكرة. لما معي تذكرتان؟ هذا صحيح. أجل، ارتطمنا ببعضنا بعضا منذ قليل. أوه، على الأرجح أنك حينها أضعت تذكرتك. إذن هذه هي حقيبتك فعلا، أنا آسف، لكنني أتبع القوانين. ها هي، تفضل. حقيبة ظهري. انتظر، أود أن أقدم اعتذاري. كعربون على ذلك، اقبل مني هذا القطار كهدية. وعد قريبا إلى هنا. حقا؟ ياي، هذا رائع. أريد أن أعرف من الذي يتسبب دائما بهذه الفوضى. ها؟ أين اختفت؟ ها؟ هانك، يلعب السيد داو بالطائرات الورقية خاصتنا. حقا؟ يجب أن أصنع طائرة أكبر. فكرة رائعة سيد داو، هذه طائرة ورقية أكبر لك. لا بد من أنه كيكي مجددا. داو. إن باندا السيرك ضائع، إذا رأيتموه اتصلوا بنا رجاء. إذن باندا، كيكي باندا أيضا. حسنا، إذا أرسلته إلى السيرك لن يعبث معي مجددا. العلبة الأصغر أفضل. سيد داو، لما تحمل هذا الصندوق؟ لقد عرفت، تريد أن تصنع منه طائرة ورقية؟
خلصنا طائرة ورقية. واو. هذه لك. أصدقاؤه كلهم هنا، يجب أن أجد طريقة أخرى. أها، النجدة. هذا مؤلم. أوه، هذا مؤلم، إنها تؤلمني. ولكن ما الخطب يا سيد داو؟ أظنني لويت كاحلي. هذا مؤلم، مؤلم جدا. خذ هذا، الحلويات ستفيدك. لا شكرا، ماذا سأفعل؟ كيف سأعود الآن إلى المنزل؟ أنا أسير معك إلى المنزل. لكن لا يمكنني السير. لا يمكنك؟ لدي فكرة. هذه العربة جميلة. هذا مؤلم. لا تلمسها. السيد داو لوى كاحلة. لوى كاحلة؟ سأساعدك. لا 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 بأس، أنا بخير. لا تقلق، أنا خبير. لا ليست هذه، إنها الرجل اليسرى. اليسرى. أنا آسف جدا، دعني أحاول مجددا، ستكون بخير هذه المرة. لا شكرا، أنا بخير، ما عدا كاحلي يؤلمني. ماذا، أتشعر بتحسن؟ أي إنه يؤلمني مجددا. دعني أساعدك. أتشعر بتحسن؟ أجل أرأيت؟ قلت لك أنا خبير في هذا. رودولف وميوميو يلعبان بالطائرة الورقية، أنا أيضا أريد اللعب. كيكي يجب أن أذهب. إن هانك بارع فعلا. إنه ليس بارعا أبدا، كاد يقضي علي. سيد داو، ما الذي قلته؟ حسنا، لا شيء. أشعر بتحسن كبير الآن، لكن ما زلت عاجزا عن السير. هل تأخذني إلى المنزل؟ وأخيرا أصبح داخل المنزل. سيد داو، كيف حال رجلك الآن؟ ما زالت تؤلمني كثيرا. ماذا سأفعل لك؟ أظنني أحتاج إلى قيلولة، لكنها تؤلمني كثيرا. عندي فكرة، أبقي هذه المصاصة في فمك لأنها سوف تفيدك. هذه للأطفال. عندي فكرة، ثمة كرة بلونية في العلبة، هل تحضرها لي لو سمحت؟ أتظن أن هذه سوف تفيدك؟ بالطبع، استمر في النظر إلى كرة البلور هذه، انظر إليها تتحرك باستمرار، سوف أنام بسرعة. هكذا، انظر إليها، انظر جيدا. أشعر بالنعاس. حسنا، هذا هو المطلوب، فلتنم الآن. كيكي، لقد نجحت. سوف أرسلك إلى السيرك، لن تعبث معي مجددا. لما أنا هنا؟ أين سيد داو؟ أشعر بالنعاس.
أين أنا؟ ثم تخبو الماء. أنقذوني! أنا أحب المرجان. توقف! ممنوع أخذ المرجان! أوه لا! إنه الشرطي القرش! يجب أن أذهب! توقف! توقف! توقف مكانك! توقف! 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 لكن ماذا حل بي؟ أنا أشعر بالسوء. هيا! كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ قرش نوع من السمك، هو شرطي المحيط. إنه بارع في مطاردة الأشرار. المجرمون كلهم يخافون منه، لكنه وجد صعوبة في التنفس وهو يطارد ذئباً الآن. إنه يحتاج إلى مساعدتكما. سنهتم بالأمر. فريق الإنقاذ الخارق، فلننطلق. ما بي اليوم؟ أين هو فريق الإنقاذ الخارق؟ ها قد وصل أخيرا. أيها الشرطي القرش، ماذا حصل؟ كنت أطارد شريرا أخذ كل المرجان، وإذ بي أشعر بصعوبة في التنفس. أيها الشرطي، هل تتوقف قليلا لكي نفحصك؟ لكن لا يمكنني التوقف. لماذا؟ دعني أفحصه. على الشرطي القرش أن يستمر في السباحة لتمر المياه عبر خياشيمه فيحصل على الأكسجين ليتنفس. إذا توقف عن السباحة قد تكون حياته في خطر. قلت في خطر؟ لا تقلق أيها الشرطي، سأقوم الآن بفحصك. إليكم النتيجة، خياشيم الشرطي القرش مجروحة، لذا يجد صعوبة في التنفس. لقد فهمت، سوف أعالجه في الحال. ميو ميو، لقد وجدت الجرح. خدش المرجان خياشيم الشرطي القرش وما زال عالقا في داخلها.
لابد من أنها كانت في المياه وهو يتنفس. هذا هو الجرح إذن، سأعالج له الجرح في الحال. مسدس الحبل الخارق. لا، يجب أن أسرع. المغزلة الضوئية. كيف جرت الأمور كيكي؟ أتممت المهمة. شكرا يا صديقاي، أستطيع الآن التنفس بسهولة. أنا مفعم بالنشاط وأنا مستعد لمطاردة ذلك الشرير في الحال. كان يجب أن أمسك به. لا تقلق أيها الشرطي، سوف نساعدك. هذا مدهش، انظر إلى هذا. ها هو، إنه هناك. ياهو. لن يتمكن أحد من الإمساك به. توقف مكانك، توقف. وداعا. لا، يجب أن أدخل إلى هنا. أوجدت شيئا أيها الشرطي؟ يتمتع القرش بحاسة شم قوية، سيجد حتما الذئب إذا كان لا يزال هنا. لا مكان تذهب إليه. توقف مكانك. أمسكت بك. انتبه. كينكي، ماذا يجب أن نفعل؟ النجدة، النجدة. سوف أتصل بالمقر الرئيسي. كاتا، نحن الآن في ورطة، فلترسل رودولف إلينا بأسرع وقت ممكن. تلقيتك رودولف، يحتاج كينكي إلى مساعدتك، أرجوك استعد واذهب إليه في الحال. حاضر، رودولف مستعد لأي تحد في البحر. لقد وصلت. اسمع، نحتاج إليك لتقص ذلك الشيء وتنقذ الشرطي القرش والذئب. طبعا. رائع، أنا حر، لن يمسك بي أحد الآن. ها
السرعة القصوى. كيكي، نحن بخير. شكرا لمساعدتكم يا أصدقاء. يا فريق الإنقاذ الخارق، أنتم بارعون بالفعل. وأنت بارع أيضا في الإمساك بالأشرار في كل مكان. لن أفعل هذا مجددا. إلى اللقاء. فريق الإنقاذ الخارق يلقيكم الآن. واو، مرحبا كيكي. ما هذا؟ إنها تشبه كف اليد. إنها نبتة الصبار، يمكنك الاحتفاظ بها إن أردت. حقا؟ طبعا، لكن عليك أن تعتني بها، فهي تحب الشمس كثيرا ولا تكثر من ريها. حالة طارئة، يجب أن أذهب. اعتني بالنبتة. كابا، ما هي الحالة الطارئة؟ جمل ثدي، سفينة الصحراء. إن الحدبة على ظهره عبارة عن علبة طاقة كبيرة تمكنه من الصمود من دون طعام أو ماء لأكثر من 10 أيام، لكن حدبته الآن تصغر وتصغر حتى تزول كل طاقته. إنه يحتاج إلى مساعدتكما. الأمر لنا، فريق الإنقاذ الخارق والمنقذ. أنا لست بخير يا فريق الإنقاذ، تعال وأنقذني رجاء. لقد وصلت، رائع. سيد جمل، هل أنت بخير؟ معدتي تؤلمني، لا أتناول أي طعام، كما أن حدبتي تصغر. لا تقلق، دعني أفحصك. سأبدأ التحليل. هي النتيجة، في معدتك كثير من الغاز، لا يمكنك أن تأكل وحدبتك تتقلص. لقد فهمت، دعيني أبدأ بالعلاج. ها أه أه
في معدته كثير من الغاز، لهذا رائحة الغاز قوية. جهاز الشفاء الخارق. ها؟ ها؟ فقاعة كبيرة. انتهي. أشعر بتحسن. كيكي. سيد جمل، أتشعر بتحسن؟ أشعر بتحسن كبير بعد هذا التجشؤ. يمكنني الأكل أيضا. انظرا، تصبح حلبتي أكبر مجددا. حسنا، والآن يمكنني تسليم الطرود. أين هي الطرود؟ لا، لابد من أن رمال الصحراء هذه غطتها. لا تقلق، متأكد من أننا سنجدها معا. كاكا، لدينا مشكلة أخرى. أرسل هانك ليأتي ويساعدنا. تلقيت. هانك، يحتاج كيكي إلى مساعدتك. تحرك الآن من فضلك. في الحال، هانك الرائع قادر على حل أي مشكلة. هانك، غطت الرمال طرود سيد جمل. سأحدد مكانها لتحفر أنت وتخرجها. حسنا. وجدتها، إنها هناك. سأبدأ الحفر. هيا يا هانك، هناك طرد آخر. كان هذا سهلا. هذا رائع، انتهينا. لا، عاصفة رملية. فليقع الجميع قريبا من الحافلة. الطرود. انتبه، اخفض رأسك. بسبب هذه الرياح القوية ستطير الطرود بعيدا من هنا. لا الأمر لي. كيكي. السرعة القصوى. توقفت. كيكي، كيكي. أين كيكي؟ جعلته العاصفة الرملية يطير. أنا المخطئ. كيكي، كيكي هناك. الحمد لله أنك بخير. واو، إنها رائعة. شكرا سيد جمال، أراك مجددا في المرة المقبلة.
جرى كل شيء بشكل جيد. شكرا لكم. وداعا سيد جاك. وداعا لكم جميعا. وداعا. فريق الإنقاذ الطارق يلقيكم في أمان. واو. ها؟ واو، إلى أين يذهب كل هذا النمل؟ إلى منزل السيد داو. أنت مجددا؟ أنا واو، ما هذا؟ يبدو رائعا. ها، وما أدراك؟ إنه جهاز متطور. ماذا؟ حسنا، لا شيء. لدي أحجية لك، لن تحضر الجواب أبدا. ما هي؟ دعني أحاول. شيء هو كلب بالإنجليزية لكن لا ينبح، ما هو؟ لن تعرف على الأرجح، اذهب إلى المنزل وفكر في الأمر. وجدتها، هوت دوغ. هيا. واو، شطيرة هوت دوغ كبيرة، تبدو لذيذة جدا. هذا مؤلم. أسرع، حط جهاز تحضير الطعام بسرعة. هيا أسرع. إذن إنه جهاز تحضير طعام، هذا رائع. لا، ليس كذلك، أطفئه. هيا. حسناً. أردت أن أطلب حلوى هلامية. حلوى هلامية. لا، انتهى أمرنا. توقف عن المحاولة، لا جدوى. ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن نطفئ الجهاز، ولكن أنا سوف أساعدك. سآكل كل شيء. هذا مقرف. إنه دوري الآن. أستطيع تحريك يدي. أسرع، انزع الجبنة عني. هيا. جبنة. مرحبا، أريد أن أسجل رسالة، أرسلها إلى أصدقائي. شكرا لك يا جهاز تحضير الطعام. أنا لم أنتهي بعد. الطقس حار. لقد وصلنا. هذا رائع، لقد جئتم أخيرا لإنقاذي. جهاز تحضير الطعام. أريد كعكة محلاة. أريد سوشي. أريد سوشي. أريد حلوى بالفاكهة. أريد كعكة. توقفوا، توقفوا عن قبل هذا. حذاري، انتبهوا. هذا لا يبدو شهياً. أريد حلوى قطنية. لا، كيكي ساعدني. ميو ميو. كيكي. ساعدني. يجب أن أطفئه. هيا.
أوه. ها. أوه. 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 الجميع عالق في الطعام، ماذا يجب أن أفعل؟ النمل. ويسكرز. هذا يدغدغني. أنتم هنا إذن؟ النمل أنقذنا. هذا رائع، شكرا أيها النمل، شكرا. أين السيد داو؟ مرحبا، أنا كيكي قائد الفريق الخارق. كل من يواجه مشكلة سنهب لمساعدته. انتبه. ماما، لا أعرف أنك تجيدين الطبخ. أتمتع بمواهب كثيرة لا تعرفون بشأنها. فلنأكل الآن. حسناً، تذوقوا طعام الأشهى في العالم. جزر مقلي، دعكم بالجزر. حساء الجزر. دعكم مقلي بالجزر. جزر على البقاء. حالة طارئة، يجب أن نذهب. لا تذهبا، أنتما لم تأكلا الطعام، ابقيا وأنهيا. كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ فيلم فجي لديه خرطوم طويل، إنه في قسم الإطفاء، لكنه واجه مشكلة في إخماد النار وهو يحتاج إلى مساعدتكما. فريق الإطفاء ساعدونا. هل أنت بخير؟ لما لم يصل بعض فريق الإنقاذ الخارق؟ يمتد الحريق أكثر. حافلة الإنقاذ. وأخيرا لقد جئتما، ساعداني، بدأت أسعل عندما امتصصت المياه. لا تقلق، سنساعدك في الحال. دعني ألقي نظرة عن قرب. شكرا، سيكون خرطومي الآن بخير. سأبدأ التحليل.
الثلج، خرطومه مسدود. مسدود؟ سأدخل إذن في خرطومه لكي أعرف ما الخط. المكان مظلم هنا. واو، أين الانسداد؟ أبعد بعد؟ المكان عميق جدا، لكن يجب أن أذهب. ميو ميو، علكة صغيرة تسد له خرطومة. الرياح قوية جدا، تسد العلكة مجرى الهواء، لهذا لا يتنفس الفيل جيدا. سوف أعالج الأمر. سيد فيل، ما الخط؟ خرطومي يستحقني. كيكي، كيف جرت الأمور؟ لقد حلت المشكلة. واو، أشعر بتحسن كبير. شكرا جزيلا لكما. النجدة، هل من أحد هنا؟ أرجوكم ساعدوني. النجدة، يبدو أن الصوت صادر من هنا. ميو ميو، سوف أبدأ المسح. إنه الجد السلحفاة، يجب علينا أن نساعده. هذا مؤلم جدا. انتبه، قد تأذى أكثر. يمكننا معالجة الأمر. حسنا. أحتاج إلى المساعدة من المقر الرئيسي. كافا، لدينا مشكلة أخرى، نحتاج إلى المساعدة من القبطان مومو. تلقيتك مومو، يحتاج كيكي إلى مساعدتك، فلتنطلقي رجاء الآن. تلقيتك مومو، طائرة قادمة. مومو، حركي لوحة الإعلان، الجد سلحفاة عالق تحتها. لا مشكلة في الحال. إلى الآلة، إلى الآلة، آلة، أنا أطير لفوق، آلة، آلة، آلة. لا، أنا لا أرى بوضوح. ساعد مومو. مومو، تحركي إلى اليسار. حسنا. ما هي؟ السرعة القصوى.
كيكي هل أنت بخير؟ أنا بخير، كيف هو الجد؟ أنا أشعر بالدوار. أردت شراء زجاجة صلصة صويا، ثم حصل هذا. حسناً، أنت بخير الآن. فريق كيكي وميو ميو الخارق، شكراً جزيلاً لإنقاذي. شكراً يا عمال الإطفاء. شكراً، شكراً لكما، لقد ساعدتماني كثيراً اليوم. لا تنسى ماما. بالطبع، شكراً لك. أجل. هذا مؤلم. مهلا، أين أنا؟ هذا ساخن، ساخن. أبدا، أخرجوني من هنا، أخرجوني من هنا. أبدا، فليساعدني آخر. ياي. النجدة، أنا أذوب. إنه شوكولاتة، واقع في مشكلة، فلنساعده. هيا علينا أن نطفي الشمعة. الشمعة. انظروا هناك، يمكننا استخدام الماء لإطفاء الشمعة. انظر إلي. لم يتحرك الكوب إطلاقا. ماذا يجب أن نفعل؟ نحن لسنا أقوياء كفاية. عندي فكرة، تعالوا معي. ساعدوني، أنا أذوب، ساعدوني. اصمد، جئنا لمساعدتك. لا، الماء يخرج من هنا. دعني أساعدك. هيا. أحسنتم. يا لا، أنا سوي الأرض، فلنعطف شوكولاتة. حسناً. النجدة، النجدة. أجل، لقد نجوت. ويو، كنت أتحول إلى صلصة شوكولاتة، شكرا لكم. من أنتم؟ نحن فتيات لولنا. وأين هي ألوانكم؟ أوه.
أنا أصفر. لا 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 أزرق. أخضر. أجل أرجواني. أحمر. أصفر. أزرق. أخضر. أرجواني. قام فيك بإلباسنا حلة ملونة. شكرا. هيا هيا هيا. انظرا ثمة شيء يلمع هناك، فلنذهب ونرى. ماذا يوجد في الكهف؟ هذا مدهش، يجب أن أذهب وأحضر المعلم. مرحبا سيد داو، ما الذي تفعله هنا؟ لا شيء، ابتعد، أنا منشغل. دعني أساعدك إذا. لا لا، ارحل من هنا. سيد داو انتبه. هاك تعال وساعدنا. أنا آتٍ. الحمد لله. هل الجميع بخير؟ لا أصدق، لقد علقنا في هذا الكهف، لقد أفسدتم كل شيء. حسنا، ما الذي سنفعله الآن؟ واو، تعالوا إلى هنا. ما خطبكم يا جماعة؟ هذا باللور. سيدة، أستطيع مساعدتك؟ ما ذاك الشيء الأحمر هناك؟ الجو هنا حار. سهارة، هذه سهارة، لقد قضي علينا، ستحولنا سهارة إلى نقانق. وجدتها، سنكون في أمان إذا قفزنا إلى الناحية الأخرى، فلنقفز الآن. واو، رائع. دعوني أقفز أولا. نحن في أمان سيد داو، شكرا لك. أنا أيضا في أمان. لا، ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ أنا محجوز الآن، محجوز. ماذا سأفعل؟ أيها المعلم، لن تراني مجددا، أنا حزين جدا. أرجوك ساعدني. أمسك بيدي جيدا. الجو هنا حار،
أنا أخطأت. أريد أن أعود إلى البيت. فليهدأ الجميع حالا، فلنذهب من هنا، قد يكون هناك مخرج آخر. صحيح، فلنذهب. إنه المخرج الوحيد. الجو حار. ماذا؟ هل كنت أطوف؟ ميوميو تعالي إلى هنا. واو، لقد نجحت. اسمعوا جميعا، لقد وجدت مخرجا. مخرج؟ أوه، بهذا الارتفاع ماذا؟ هل ستطير خارج الكهف؟ أطير؟ أطير؟ طبعا أستطيع أن أطير خارج الكهف. كيكي سنساعدك. كيف ستطيرون؟ ستتحولون إلى طائر؟ نحن نطير. أنا معكما وأنا أيضا. يا نحن نسقط. لربما نحن ثقيلون. هل ينتبه الجميع؟ نحن ثقيلون جدا. سيتعرف تطل باللون. لا، لا أتكلم عن هذه البلورة. لقد نجحنا أخيرا. أين بلورتي؟ لقد خسرت بلورتي. الخلود إلى النوم باكرا. الساعة التاسعة، الساعة التاسعة، حان وقت النوم. آلين، لا تنسى أننا سنلعب كرة القدم غدا عند السابعة صباحا. إنها التاسعة مساء، يمكنني أن أتابع اللعب. يمكنني أن أستمتع بوقتي الآن. ها؟ إنها الحادية عشرة. لم تأخر آلان هكذا؟ لابد من أنه لا يزال نائما. أنا آسف فعلا، لقد غطست في النوم. آلان، هل خلدت إلى النوم في وقت متأخر؟ اسمعني جيدا، هذا ليس جيدا لصحتك. لقد تأخر الوقت، هيا لنلعب. أجل، سوف نستمتع بوقتنا كثيرا.
أنا آسف. سأسدد الكرة الآن. هل أنت بخير؟ أتشعر بالألم؟ لا بأس أبداً، أنا بطل بكل معنى الكلمة. تبدو متعباً، لما لا تعود إلى المنزل وتنام قليلاً؟ لا، أنا أريد أن ألعب. لكنك لا تتمتع بأي طاقة يا ألين، ماذا لو تعرضت إلى الأذى؟ لقد وجدتها، فلنطلب المساعدة من دودو. حسناً، فلنستدعي حافلة الأطفال وليبدأ في الحال. مرحباً يا أصدقاء. ألين، ثمة دوائر سوداء تحت عينيك، في أي وقت نمت؟ أنا لا أعرف، أنا متعب جداً وأشعر بالنعاس، هل ساعدتني رجاءً؟ لا يمكنني. ولم لا؟ لأنك تأخرت في النوم، إذا حصلت على ما يكفي من النوم فسوف تتمتع بطاقة للعب. لا أريد أن ألعب، أنا أريد أن ألعب. لن تتمكن من اللعب مع صديقيك أبداً، وإذا لم تنم كفاية لن تصبح أطول قامة، وقد تمرض أيضاً يا صديقي. لا يمكنني أن ألعب مع صديقي، هذا مزعج جداً. إذاً ماذا؟ الليلة عند الساعة 9 سأخلد إلى النوم، لا بل سأخلد إلى النوم في الحال. أيها الأطفال، من المهم أن تخلدوا إلى النوم عند 9. إذا خلدتم إلى النوم في الوقت المحدد يومياً ستصبحون أكثر ذكاءً وصحة. ميميو، هل الحساء جاهز؟ الرائحة شهية، أستطيع شمها من بعيد. أنا لم أبدأ بعد. لا أعرف لما لا يوجد غاز. أيها المواطنون الأعزاء، انقطع الغاز من مدينتنا كلها، نحن نحاول إصلاح العطل. تم تشغيل خطة الطوارئ. حالة طارئة، فلننطلق. أنا أنتظر حساءً. كاكا، ماذا هناك؟ غولدون، ثديي، لديه حاسة شم قوية، سباك غاز، أغمي عليه وهو يتفقد تسربا للغاز، إنه يحتاج إلى مساعدتكما. فريق الإنقاذ الخارق، فلننطلق. أشعة شمس رهيبة، أين هو فريق الإنقاذ؟ إنها حافلة الإنقاذ. أرجوكما خذاني إلى مكان لا أشعة شمس فيه. سيد خلد، هل تخشى أشعة الشمس؟ أجل، أشعر أنني مريض. دعني أفحصك.
سأبدأ التحليل. ها هي النتيجة، أشعة الشمس جرحت له أنفه، فقد حاسة الشم. فهمت، دعيني أبدأ العلاج. سأتقلص. لقد وجدت الجرح. جهاز الشفاء الخارق. أظنني أفضل الآن، شكرا لكما. لا مشكلة. أو لا، أشم رائحة غاز. سأذهب لمساعدته. رائحة الغاز تفوح من هنا. الأنابيب قديمة. يا لها من رائحة غاز قوية، هنا مصدر التسرب. تسرب الماء قوي جدا هنا. أنبوب الغاز صادئ جدا، لهذا يتسرب الغاز منه، علينا أن نصلحه حالا. لا، انفجر أنبوب الماء. تلقيتك. هان، طلب كيكي مساعدتك، تحرك أرجوك الآن. في الحال، هانك الرائع قادر على حل أي مشكلة. كيكي، لقد وصلت. هانك، هيا دق الماء إلى القارب. حسناً، دع الأمر لي. هانك، منسوب المياه يرتفع، ما الذي يحصل؟ يبدو أن الأنبوب مسدود. سأتفقده.
إن أنبوبة نهائية يا عمال. بسرعة القصوى. يلا هذا وشيك. اسمع سيد فول، عليك أن تعتمر حوزة الأمان. انتهيت، فلنذهب الآن. كيكي أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير، أصلحنا أنبوب الغاز. يا فريق الإنقاذ، لقد أبليتم حسنا، شكرا جزيلا لكم. أين هو السيد خولد؟ أنا هنا. سيد خولد، عادت إمدادات غازي إلى طبيعتها، شكرا لك. هذا من دواعي سروري. سيد العمدة، هل لا تحضر لي خوذة جديدة؟ في النهاية السلامة أولوية. وداعاً. وداعاً. فريق الأطفال أهمية شرب الماء. لنرى من يركض أسرع. سأهزمك المرة المقبلة. ويسكرز، لما لا تشرب الماء؟ أنا لا أحب الماء، لا أشرب إلا المشروبات الغازية التي تشتريها لي أمي في المنزل. ويسكرز، اشرب بلط الماء. المشروبات الغازية ليست مفيدة لك، انصت إلى ما أقوله لك، عليك ذلك. هيا. ويسكرز انهض، فلنلعب. ويسكرز، هل أنت مريض؟ لست بخير، سأحضر ميزان الحرارة في الحال. أولا سأحضر الماء. لا أريد شرب الماء. يجب أن تشرب حين تكون مريضا. لا أريد المشروبات الغازية. لا مشروبات غازية وأنت مريض. لا سأشرب القليل. لا لا يمكنك. لا مستحيل، سوف أسأل دودو. فلنستدعي حفلة الأطفال. وليتك حال. مرحبا. ويسكرز، ولكن ما الذي حصل لك؟ يبدو أن ويسكرز مريض. حرارته ليست مرتفعة، لم تشرب كثيرا من الماء، أليس كذلك؟ أنا لا أحب الماء، لا طعم له. الماء مهم جدا لصحتك صديقي، إذا لم تشرب الماء كثيرا ستجعلك الجراثيم مريضا بالفعل. الجراثيم؟ لا، أين هي؟ سوف أريك. دودو، لا، فلنعطي ويسكرز بعض الدواء. دواء؟ لا لا، أنت لا تحتاج أبدا إلى دواء. حقا؟ هل أنت جاد؟
اشرب فقط مزيدا من الماء كل يوم. أحتاج إلى الماء. أشعر أني بحال أفضل. أيها الأطفال، يقوي الماء مناعتكم ضد الجراثيم فيتمتع جسدكم بصحة أفضل. يمكنكم أن تكونوا أبطالاً بدوركم أنتم أيضاً إن استمريتم في الشرب. لا 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 لا، أنا بخير. لا لا، لنخرج بعد الفطور ونلعب قليلاً. لا لا لا، لقد نسيت شيئا مهما جدا. ما هو؟ الماء. أيها الأطفال، لا تنسوا أن تشربوا الماء. هكذا تتمتعون بصحة جيدة. أجل، هل فهمت؟ بيبي باس. مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. سيداتي وسادتي، فيلم بطل غابة الخيزران سيبدأ قريبا، أظهر رجاء تذاكركم عند المدخل. أنا هو الممثل الرئيسي الذي لعب دور البطولة. تذكرتي. أريني تذكرتك من فضلك. ولكنها هناك، دخلت إلى هذه. انظر، أنا الممثل، انظر إلي، أنا بطل هذا الفيلم. وأنا أيضا، انظر إلي. مرحبا. أرحب. مرحبا. إنها تذكرة عائلية، يمكنكما أنا فرد من العائلة. لا يبدو كذلك. لهما بطريقان، وأنت باندا تذكرة. ماذا يجب أن أفعل؟ علي أن أدخل لأصعد على المسرح. دعوني أفكر. كرة مطاطية. لا، كرتي. أجل، إليك كرتك، خذها. سوف أجد طريقة للدخول. باب. سوف أدخل. هذا الجدار عال جدا. عندي فكرة. شجرتان. آه
هيا. أنت مجددا تريد الدخول من دون تذكرة؟ مستحيل. أفلتني. اخرجي الآن. لما لا تسمح لي بالدخول؟ أنا أحد الممثلين. انظر. واو، أنت بالفعل بطل الفيلم. أستطيع الدخول الآن؟ لا يحتاج الممثلون إلى أيها البطل، هلا أحصل على توقيعك. بيبي باس. سيعطوننا حقنة اليوم لمنع الأمراض. قلت حقنة؟ ما بك يا كيكي؟ ما المشكلة؟ كيكي أسرع، لا تتأخر. لا أريد أن أخذ الحقنة. رأسي يؤلمني. ماذا؟ ألم رأس؟ عليك الذهاب إلى الطبيب. سأتصل بالإسعاف. لا، أنا أريد الذهاب إلى البيت فقط. لا. لا. كيكي، هل يؤلمك رأسك؟ حرارتك مرتفعة؟ سأفحص حرارتك أولاً. لا، ماذا علي أن أفعل؟ ستكتشف أنني لست مريضاً. لدي فكرة جيدة. سأفحص حرارتك. انظري، حرارتي مرتفعة جدا. لن تكتشف أنني أتظاهر بالمرض. هذا مقياس حرارة فموي، سأضعه في فمك. افتح فمك لنجرب ثانية. أنت جيد، لا حرارة مرتفعة. علي إيجاد طريقة أخرى. وجدتها. أيتها الممرضة، أيتها الممرضة، حلقي يؤلمني. دعني أتفحص حلقك. الآن لن تعلم أنني لست مريضا. ها أنت هنا. اشرب القليل من الماء. ماء؟ لا، أنا لا. أنا أحتاج إلى الماء. وأيضا حلقك بخير، لا التهاب. إن بطني تؤلمني كثيرا. لكن أنت تبدو جيدا. انتظر، سأحضر سماعتي.
سولا. لماذا معدتك منتفخة؟ دعني أستدعي الطبيب. لن يكتشفوا أنني لست مريضا. لماذا معدتك منتفخة جدا؟ لنجري له جراحة. قال جراحة؟ ماذا؟ استعد للجراحة. لا، ماذا علي أن أفعل؟ علي الخروج من هنا. لا، إنهم في الخارج. النافذة، سوف أخرج من هنا. يا كيكي. كيكي، ماذا تفعل؟ ميو، هيا لنخرج من هنا. لا، أنت تحتاج للجراحة. أنا كنت أتظاهر بالمرض فقط لأني لا أريد أخذ الحقنة. ماذا تتظاهر؟ أسرعي، هيا بنا. هل ما زلت أحتاج إلى الحقنة؟ لا. بيبي باس. مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. سيدي، هل سيأتي إلى هنا نجم مشهور؟ مشهور؟ إنه سارق، كان يقوم بعمليات سرقة. إنه شرير، إذا سأساعد على الإمساك به إذا رأيته. اسمع أيها الصغير، إن رأيت شريرا اتصل بالشرطة. لمن تلك السيارة؟ إنه يضع قناعا. لا، السارق يسرق منزل رودولف. اسمع أيها الصغير، إذا رأيت شريرا اتصل بالشرطة. سيدي، رأيت السارقة في منزل رودولف. سأصل إلى هناك بعد 5 دقائق. لا أستطيع تركه يرحل قبل مجيء الشرطة. عندي فكرة. علكة. سأحتجزك في الداخل كي لا تتمكن من الهرب. لقد خرج. دس عليها. لا، لم يدس عليها. أجل، أوقعت به. لا يمكنك الآن الهروب. لا، عجبا، هذا مستحيل. سأدوس عليها. لقد علقت. هذا مؤلم. لم تنجح خطتي، يجب علي أن أجد طريقة أخرى. عندي فكرة. زيت الطهو. انزلق على الأرض. ما هذا؟ لما يوجد على الأرض زيت؟ هذا ممتع. ماذا يجب أن أفعل؟ سوف يسرق كل شيء من منزل رودولف.
فلفل أسود. إذا شمه لن يتوقف عن العطس والبكاء، عندها لن يسرق أي شيء. من المزعج أن أصاب بالزكام. هذه الرائحة، هذه فلفل؟ لا يهم، لقد فتح ثغرة أنفي. لم يتبقى إلا طاولة واحدة. لا، لما لم تأتي الشرطة حتى الآن؟ سيدي يجب أن تسرع، سيهرب السارق في أي لحظة. سأصل في الحال. سأحتجزه في المنزل، أرجوك فلتأتي إلى هنا بسرعة. سأفعل، انتبه. لن أتركك تغادر المنزل. قف. لا يمكنك الهروب الآن. لا. ما خبو ذلك الباب؟ كان يعمل جيدا من قبل. انهيت كل شيء. مرحبا أيها الشرطي. لن تقلق، سأهتم أنا بالسارق. السارق؟ لن تذهب إلى أي مكان. لما أنت هنا؟ هل أنت سارق؟ سيدي، لابد من وجود خطأ، أنا لست سارق بل هو. هانك، هل هذا أنت؟ طبعا هذا أنا، ماذا يجري؟ هانك سيدي، ماذا يجري هنا أيها الشرطي؟ تلقيت اتصالا بأن سارقا يسرق منزلا. لست أنا بل إنه هانك. سارق أغير منزلي، فطلبت المساعدة من هانك لأنه قوي. فهم، ظننت أن سارقا يسرق لك منزلك. ماذا قلت؟ أتخالني سارقا؟ أكنت أنت من وضع العلكة والزيت والفلفل على الأرض؟ أنا آسف. لأكن صريحا، لقد ساعدتني على نقل الأشياء، علي أن أشكرك على هذا. يعني هذا أنني ساعدت بدوري. أيها الأطفال، ماذا تريدون لنزهة الغد؟ فراولة. موز. جلابية كبيرة. شوكولاتة. أريد السمك. أريدها كلها. حسنا، لننطلق الآن بعربة التسوق. صلصة الطماطم أو صلصة الصويا؟ أم علي اختيار الصلصة الحارة؟ أبي، أي صلصة أختار؟ أبي، كيكي، ميو ميو، أين أنتم؟ دعوني أرى ماذا اشتريتم كلكم. رودولف، هل أحضرت علبة السمك المفضلة لديك؟
رودولف، رودولف، أين أنت؟ رودولف مفقود. رودولف، 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 أين أنت؟ رودولف، أين أنت؟ ابقوا إلى جانبي كلكم، لا تبتعدوا ولا ضاع أحد آخر. يا لحظنا، رودولف يبحث يائسا عنا. ها هو أبي. أبي ظننتني أضعتك. يا بني، أنا لست والدك. أنا آسف، ارتكبت غلطة. ولكن أبي أين أنت يا ترى؟ لا تنسوا رقم هاتف والديكم إذا ضعتم. ابقوا هادئين وابحثوا عن حارس الأمن واطلبوا منه المساعدة عندها. مرحبا بني، هل أنت وحدك؟ هل انفصلت عن والديك؟ لقد أضعت أبي، لا يمكنني إيجاده. ما هو اسمك يا بني؟ رودولف. رودولف، أتعرف رقم هاتف والدك؟ أجل، 1-8-1-0-8-2-1-8-5-8. ميو ميو، هيا فلنطلب من دودو إيجاد رودولف. فكرة جيدة. مرحبا أبي، هذا أنا رودولف. رودولف، إنه رودولف. أين أنت الآن؟ أنا إلى جانبي طاولة أبي. طاولة؟ ماذا ترى أيضا؟ أرى أيضا حارس أمن. رودولف، أعطه الهاتف، دعني أتحدث إلى حارس الأمن. حسنا. مرحبا سيدي، أنا وابنك عند مدخل السوبر ماركت. انظر، هذا رودولف. أبي. 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 رودولف، لا بأس الآن، لا تبتعد عني في المرة المقبلة لو سمحت. شكرا جزيلا لك رودولف، أشكر حارس الأمن. شكرا سيدي. أهلا وسهلا بك رودولف، لقد أبليت حسنا، قد بقيت هادئا وجئت إلي للمساعدة وتذكرت رقم هاتف والدك. اسمعوا يا أطفال، إذا انفصلتم عن والدكم أو والدتكم، ابحثوا فورا عن حارس الأمن واحفظوا غيبا رقم هاتف والدكم ووالدتكم. تحتاج إلى مهارات عالية لتجيد التسلق. القوة أكثر أهمية. ما رأيك لو نتنافس لنرى من يبلغ ذلك الشيء أولا؟ حسنا. هناك حالة طارئة. إنها لي. هاي. التقطها. هاي. أجل. كاكا، ما الحالة الطارئة؟ أبو أبريس زاحف، لديه قوائم غريبة، إنه خبير في العمل على الارتفاعات. اتصل أبو أبريس تواً للمساعدة، ما عاد فجأة قادراً على التسلق، يحتاج إلى مساعدتكما. فريق الإنقاذ الخارق، هيا بنا. Thank you.
أنسة أنسة، متى سنرى اليافطة المتعددة الألوان؟ قريبا سوف أركمها عندها تريانها. لن أخذل الصغيرين أبدا. لا تقلق، فريق الإنقاذ الخارق سيصل قريبا. انظر، أتت حافلة الإنقاذ. رائع، ما عليكما؟ سيد أبو أبريس، ما الخطب؟ كنت أتسلق الجدار. ثم لمست براز أحد الطيور فانزلق وسقطت على الأرض، والآن ما عاد بإمكاني التسلق مجددا. لا تقلق ميو ميو، افحصي أبا إبريس حالا. حسنا، سأبدأ التحليل. بانت النتائج، الهلب على يده مجروحة. الهلب؟ ولكن ماذا تعنين؟ انظر، لأبي أبريس شعيرات كثيرة على أسفل قوائمه تعرف بالهلب، إنها لاصقة، ما يمكن أبا أبريس من تسلق الجدار، والآن وهي مجروحة يعجز عن التسلق. أوه، هذا ما حصل. هل الوضع خطير؟ لا تقلق، ستتحسن بسرعة. رائع. ماس، تم تحديد الجروح. آلة الشفاء الخارقة. انتهيت. هذا يستحقني. أبا أبريس، لا تلمس يدك. كيكي، هل أنت بخير؟ آسف، لقد كانت يدي تستحقني. أصبحت يدي أفضل. أستطيع تسلق الجدار مجدداً. أبا أبريس، لقد سمعت طواً أنها قد تمطر، لذا سنبدأ الحدث أبكر. سوف أبدأ العمل في الحال. تبقى 15 دقيقة. ليس وقتاً كافياً، سوف يخيب أمل الصغار فعلاً، وهذه غلطتي أنا. اسمعني جيداً، سنساعدك. شكراً جزيلاً لك، لكن من سيتسلق مثلي إلى هذا الارتفاع العالي؟ لا تقلق، إلى المقر الرئيسي. كاكا، لدينا مشكلة أخرى هنا، نحتاج إلى مساعدة هانك. تلقيتك هانك، يطلب كيكي الدعم، أرجوك تحرك الآن. تلقيتك هانك الخارق، قد يحل أي مشكلة. Thank you.
مرحبا أبريس، التقط. ما زال هناك الكثير. سلم هوائي. واو، رائع. معا سوف ننهي العمل بسرعة. أريد أن أجرب أيضا. والآن فلنعلق اليافطة. اترك الأمر لنا. هيا هيا. السرعة الشائفة. لقد وقع. جيد أنك أمسكت به. واو. أبو أبريس، آسف. آسف على ماذا؟ خسرت الآن ذيلك، وهذه غلطتي أنا. كيف حصل هذا؟ دعني أتفقد البيانات. ذيل أبي أبريس ضعيف، يتخلى عنه حين يكون في خطر، فينمو له ذيل آخر بسرعة. فهم. تيدي، قلت لك مرات عديدة توقف عن تناول المثلجات بكثرة لأنك قد تصاب بالزكام. أبي، هل أنت مريض؟ دعني ألقي نظرة. لم لا أسمع دقات قلبك؟ القلب هنا يا ميمي. عزيزي، سوف يجري الطبيب اليوم إبرة لميمي. لا إبرة، لا أريد أن أذهب. ميمي، الإبرة ستساعدك على الشفاء. إذا مرضت كيف ستصبحين طبيبة وتساعدين الآخرين؟ حقا؟ حسنا، فلنذهب. أبي، هل حان دوري الآن؟ سيحين دورك قريبا. لا أريد أن أتلقى إبرة أخرى. أنا خائفة. لا يمكنني النهوض. أنا آسفة، دعني أساعدك.
هل أنت طبيبة؟ أجل أنا كذلك. هل تأذيت؟ دعني أقصك لو سمحت. لا أسمع دقات قلبي. لا تسمعين دقات قلبي. أين أنت؟ يجب أن أذهب. ميمي، أين أنت؟ حان الوقت للإبرة يا ميمي. ميمي، أبي، خرطومي يؤلمني. لا تقلق، سأذهب للتحدث إلى الطبيب. انتظرني هنا، سأعود. هل يؤلمك خرطومك؟ إذن دعني أساعدك، أنا بارعة في التضميد. أنت طبيبة؟ أجل أنا كذلك، أنا طبيبة. فقط قليلا. انظر، سيجعلك هذا تشعر بتحسن. حقا؟ رائع، لنفعل هذا إذن. شكرا جزيلا. لا مشكلة. انتهيت، نجحت. أيها الطبيبة، لماذا ضمتني جسمي كله؟ هذا مؤلم أكثر. انزعي الضماد. حسنا، دعني أضمدك مجددا. ماذا عن الآن؟ أتشعر بتحسن؟ ما زال خرطومي يؤلمني. وجدتها، لربما تحتاج إلى إبرة. إبرة؟ مستحيل، لا أريد أن أتلقى إبرة. لكنها ستجعلك تشعر بتحسن، يجب أن تكون شجاعا مثلي تماما. أنا لا أخاف إطلاقا. رائع يا ميمي، ستكونين إذا شجاعة جدا حين تتلقين الإبرة. لا، لا أريد إبرة، أنا خائفة. ألم تخبريني أنك لا تخافين على الإطلاق؟ طبعا، إنها شجاعة جدا. صحيح أيتها الطبيبة ميمي؟ الطبيبة ميمي، أنا فعلا كذلك. الطبيبة ميمي، هل ستتلقين إبرة؟ أجل بالطبع. لقد انتهيت يا ميمي. هل انتهيت؟ ميمي كنت شجاعة. هذا لأنني طبيبة، لا أخاف على الإطلاق. دكتورة ميمي، لقد أبليت خسارة. بيبي باس، مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. فزت بالجائزة الكبرى. أجل لقد فزت بالجائزة. هذا رائع، رحلة إلى حيث ما أريد. اسمع يا داو، الرحلة لشخص واحد، لذا فلنذهب معا في المرة المقبلة. أنا جائع جدا. لم يتبقى عندي طعام.
سيدي متى ستعود إلينا؟ سيدا لما أنت على الأرض؟ أنا أقوم. أنا أتعارك بكرات الثلج. لا أريد. إذن هل تريد البرد قارس جدا، لما لا تدخلا وتتدفأا؟ سأحضر لكما أيضا البطاطس المشوية. أجل رائع، أعجبتكم الفكرة؟ واو، المكان هنا دافئ. شكرا سيد داو. هانك سوف تكون لذيذة إذا شويناها. سيد داو، هل أنت جائع؟ لا على الإطلاق، أنا أتجشأ وحسب. أكلت منذ بعض الوقت، أنا متخم تماما. كنت سأطلب منك أن تتناول بعضا منها معنا. إذا لم تكن جائعا فلا تنضم إلينا. أنتما تبدوان وسخين جدا، لما لا تأخذان أولا حماما ساخنا؟ حمام ساخن؟ واو، حمام ساخن؟ أنا سأبدأ أولا. أنا أولا. واو، هذا رائع. سيد داو، أيمكنني استخدام هذا؟ بالطبع، شكرا. كيكي قال إن بإمكاننا استخدامها. سيد داو، ادخل، احتاج الى مساعدتك. ماذا؟ انه عالق، ساعدني. ما الذي فعلتماه؟ ابتعد، دعني اساعد. سيد داو، وأخيرا أمسكت بها. توقف عن أحداث الفوضى. حسنا، سوف أقوم بطردهما بأقصى سرعة. الرائحة لذيذة. ما الذي تفعلانه هنا؟ سيد داو، نسيت أن أشكرك. البطاطس المشوية لذيذة جدا. بما أن سيد داو مدخن، سأتناول أنا البطاطس. حان وقت الأكل. ساخنة ساخنة. ألا تعرفان كيف تأكل البطاطس؟ ضعاها في الصحن، ثم استخدما سكينا وشوكة فقط لا غير. أنت محق، أنت ذكي جدا سيدا. وجدت أطباق. أحضر الماء، هيا بسرعة. ماء إلى الزجاجة. لا، هذا خطير، كان هذا كحولا.
هلا من هنا. لقد احترقت كلها. بطاطي الحلوة. واحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون. رودولف، لما تدور على الكرسي؟ أنا أتمرن الآن لأصبح أقوى. إنه يتمرن بجهد. تسعة وتسعون، مئة. أنا أشعر بالذعر. حالة طارئة. رودولف، تابع التمرين. كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ فرس البحر نوع من الأسماك البحرية، يسبح دائما بشكل مستقيم. إنه بطيء لكن ثابت. إنه سائق حافلة تحت البحار، لكن معدته بدأت فجأة تؤلمه وأوقف الحافلة في منتصف الطريق. يحتاج إلى مساعدتكما. سنهتم بالأمر. فريق الإنقاذ الخارق، فلننطلق. عزيزي، هل أنت بخير؟ ماذا يجب أن نفعل؟ لما لم يصل بعد فريق الإنقاذ الخارق؟ هاي، انظروا، إنه فريق الإنقاذ. وأخيراً وصلت معه. لا تقلقي، أخبرينا ماذا يجري. إن معدته تؤلمه، لذا أرجوكما ساعداه. طبعاً، فلنتفحصه في الحال. حسناً، سأبدأ بالتحليل. إليكم النتائج. فرس البحر ليس مريضاً. السبب وراء وجع معدته أنه سيرزق بصغار. سيرزق بصغار؟ حقاً؟ هذا رائع جداً. لا أصدق أننا سنرحب بصغارنا قريباً. في فرس البحر الأب جيب تنمو فيه الصغار، لهذا سيضع فرس البحر صغاره في وقت قريب. هذا رائع، فلنحيي ونهتف الآن لفرس البحر. أجل، قليل بعد. هيا، قليل بعد. لا 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 لا. حسناً، وأخيراً.
انظري كم هذا ظريف، فلنستمتع معا بوقتنا. تعال اقترب قليلا. شكرا جزيلا يا أسماء. أهلا بكما صغاري. يا صغير انظر إلى هذا. هل تريد اللعب أيها الصغير؟ يسرني أنا الأم. آسف الأب والصغار بخير. شكرا لكم، سنرسلكم إلى متنزه تحت الماء. أوه رائع. واحد، اثنان، مهلا. أين هو الثالث؟ ماذا؟ صغيري صغيري، أين هو صغيري؟ أين أنت صغيري؟ أين أنت؟ لا تقلقي، سنجد صغيرك. لقد وجدته، إنه هناك. انظروا ما هذا. إنها دوامة محيط. دوامة محيط؟ ماذا تعنين؟ دوامة المحيط خطيرة جدا، تشبه ثقبا أسود دوارا، ما إن تعلقوا فيها يصعب الخروج منها. ماذا يصعب الخروج منها؟ صغيري. لا تقلقا، سننقذ صغير فرس البحر كيكي. إنها قوية جدا، هي يمكن الانضراب أقل من حافلة. فلنتصل بالمقر الرئيسي. بابا لدينا مشكلة جديدة، أرسل حافلة رودولف البحرية إلى هنا. في الحال رودولف، كيكي يحتاج إلى مساعدتك، استعد أرجوك وتحرك في الحال. حسنا، رودولف مستعد لأي تحد في البحر. وصلت الحافلة البحرية. رودولف، علق صغير فرس البحر في الدوامة الخطيرة، يجب أن ننقذه. في الحال. تمسك جيدا، فلنذهب. انتبه. بحر. رودولف إلى الأسفل، صغير فرس البحر تحت. أجل نجحت. لا انتبه. أسرع افتح الباب. رودولف اصمت قليلا، سأنقذ صغيرة فرس. ألا الشبكة. السرعة القصوى. صغيري. لا تقلقي، سيكون بخير.
لقد وصلنا إلى متنزه تحت الماء. واو، إنه رائع. لنأخذ صورة معا. يا صغيري، لقد ضاع صغيري مجددا. ما هذا؟ وداعا وداعا. ها؟ يبدو مألوفا. أين رأيته من قبل؟ إنه يشبهني كثيرا. ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة شهية جدا. من هناك؟ لا، علينا انتظار كيكي. الكثير من الطعام الشهي. لم أتناول شيئا منذ وقت طويل. يبدو أن كيكي ما زال نائما. نائما؟ أهو ذاك الذي رأيته توا؟ سأدعي أنني هو. ها أنا ذا. وأخيرا استيقظ. أنا جائع. إنه ساخن ساخن. عصير. رائع. واو، هذا رائع. أحسنت. سأريكم قليلا من السحر. حسنا، إذن أغمضوا عيونكم واستديروا. هل أنت جاهز؟ بالكاد. أريد أن أفتح لنا عيني. أنا جائع، ألديكم شيء لأكله؟ كيكي. أين تفاحتي؟ لابد من أنها سمكة كبيرة. عجبا، إنها تفاحة. عجبا، هناك كثير من السمك. حصلت على التفاحة وأنا سأخذ السمك. إنه سمكي. كيكي، توقف مكانك. يا أصدقاء، مهلا، لما تتجاهلونني؟ أكلت كل الطعام لوحدك. نحن ما عدنا أصدقاء. إنه محق. أكلت كل الطعام، أنا لم أفعل. توقف، لا ترقد، عد إلى هنا. كيكي، كيف يكون هناك إثنان؟ أعد إلي سمكي. الآن عرفت أنك لست كيكي. حسنا، أنا وقت الرحيل. أنت من أكل لنا طعامنا. توقف. أنت توقف. انتبه. إلى اللقاء. أنا عندي فكرة، سأمسك به. لا مكان تختبئ فيه.
هيا يا كيكي هيا. أحسنت صنعاً. كيكي انتبه. هاي. كيكي هل يساعدني أحد؟ ميو ميو. أنا متعب جدا. دعوني أساعدكم. كيكي فليساعدنا أحد. كيكي كيكي هل أنت بخير؟ أنا بخير. شكرا لك شكرا لك. من تكون؟ عرفت هذا، أنت كيكي المزيف. قد يكون كيكي مشاغبا لكنه لم يستولي على سمكي. أنا آسف، أنا أدعى باي، كنت جائعا جدا. أعيش في القطب الشمالي، لا شيء هناك لنأكله بسبب التلوث. أنا آسف، ما كان يجب أن أفعل هذا. لا بأس، شكرا لإنقاذي. أجل كنت رائعا. صحيح كنت مدهشا. حقاً. تفضل خذ هذا الطعام معك، هكذا لن تشعر بالجوع. شكرا يا كيكي، شكرا شكرا جميعا. وداعا يا بي. وداعا، إلى اللقاء. مهلا انتظر، خذ هذان السلطعونان، اصطدتهما اليوم. اعتني بهذه الأرنبة، أحتاج إلى النوم قليلا. سيتعامل سيدي معك لاحقا. لا يجب أن أنقذ تلك الأرنبة. كيكي إلى ماذا تنظر؟ ثمة أرنبة عالقة في السيارة. ماذا؟ النجدة. النجدة، إنها تطلب النجدة، فلننقذها في الحال. حسنا فلنفعل هذا. ماذا سأفعل؟ هيا يمكنك ذلك. علينا أن نجد طريقة لفتح الباب. أجل، سيساعدنا السيد داو. هينك انتظر، لن يساعدنا. لماذا؟ لأنه هو من احتجز الأرنبة في السيارة. ماذا؟ ماذا سنفعل؟ باو باو باو. ماذا سنفعل؟ باو باو باو، الجزر اللذيذ. عندي فكرة. باو 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 باو. نسيت مفتاح السيارة. أحدهم قاد. ما هذا الصوت؟ أوه.
ها هو المفتاح هنا. المفتاح. راقب داو جيدا وسأحضر المفتاح. اصبري يا صديقتي، سننقذك قريبا. ما الخاطر؟ ها؟ ماذا حصل؟ ها؟ هذا غريب، لما لا يزال المفتاح هنا؟ أنت مزعجة جدا. لها وشأن حالا، لا تلمسها أبدا. ها؟ انظر إلي. أيها المزعجة. هيا ارمي لي الأرنبة. هينك إليك الأرنبة. الأرنبة. إنها لعبة. سيد داو، إليك الأرنبة، أنا آسف جدا. إليك البطارية. لا. تعطلت آلة البيع، ما الذي سأفعله الآن؟ أحدهم قادم. لا، إنه ويسكرز. أحتاج إلى بطارية للعبتي، لكن من أين سأشتريها؟ إنها آلة بيع. أريد بطارية. يريد بطارية، ما الذي سأفعله؟ وجدتها. واو، ها حصلت على بطارية. لقد كاد يفضح أمري. لا.
رودولف، أرجوك لا تقترب من هنا، لا تقترب. هذه آلة بايع. أريد أن أشتري شرابا. لا، ما من شراب. ها؟ ولكن ما الذي يجري؟ لما تستغرق وقتا؟ أجل، لدي فكرة. هيا. أجل، أنا ذكي بشكل كبير وأنقذ نفسي. سأشتري شيئا آخر. يريد أن يشتري المزيد. لا يهم ما سيشتري، مؤكد سوف أجد طريقة. أنا أريد تفاحة. أحدهم تناول قضمة من التفاحة. ما الذي يجري هنا؟ لا، لدي فكرة. ها؟ إنها تفاحة جديدة؟ أجل، تغير آلة البيع الأشياء بشكل آلي. ميو ميو، تعالي إلى هنا، انظري إلى آلة البيع السحرية هذا. آلة بيع سحرية؟ حقاً؟ أريد أن أجربها. لا، ميو ميو ذكية جداً، كيف سأجعلها لا تفضح أمري؟ أريد عصير البرتقال. عصير البرتقال؟ أي واحد هو عصير البرتقال؟ سوف أجرب هذا. لا، هذا ليس عصير برتقال. واو، إنها تغير الأشياء فعلا. أرأيت؟ قلت لك. لا، ليس هذا أيضا. حسناً، لننسى أمر عصير البرتقال، أريد الحليب. حليب؟ لك ذلك إذن. أرجو أن أنجح هذه المرة. كيكي، اخرج الآن، أعرف أنه أنت. ميو ميو، جعلت آلة البيع تتعطل. حقاً؟ انظر، إنها ليست معطلة، إنها غير موصولة. آلة بيع عن حافلة صغيرة. أنت محقة. دعني أجربها. صعب كثيراً أن تعمل كبائع، فأنا لم أبع منذ الصباح أي أداة للمطبخ. هنا مطعم السيد فو، من الأفضل أن آكل أولاً. حسناً، النتيجة الآن 1-1، إلى الجولة التالية. مسابقة في الطهو؟ تلك هي ميو ميو هناك، هذا رائع، آمل أن تفوز في المسابقة. أيها الحكم، تعطل فرني. لا. انظر، احترقت كعكتي. ها، عليك إيجاد طريقة أخرى، وإلا سيفوز هانك. ميو ميو، أنا سأساعدك. انظري، هذا هو فرني العجيب،
يطهو كل شيء خلال 3 ثوان وأطباقه كلها شهية جدا. ولكنني لا أعرف كيف أستخدم. أنا سأساعدك. هاي. تدا! سأخرج من الفرن حلوى قطنية لذيذة وطازجة. مذاقها لذيذ. وهذه الكعكة المحروقة ضعيها في الفرن لثلاث ثوان فقط. 3 ثوان. 2. ثانية. تدا. واو، يا له من فرن سحري. النتيجة الآن 2-1. تتقدم ميو ميو علامة واحدة. هذا رائع. رائع. وصلنا الآن إلى جولة التحريف. إن دكان طهو يجعل هانك يسعل. كيف تحريف؟ هنا دكان كثير. أنا أعجز عن التنفس. انظروا إلى هذا. إنها المقلاة العجيبة. هي هي هي. إنها تقلي كل شيء من دون دخان. هاي. لن يلتصق الطعام. وستحصلون على كثير من الطعام بمكونات قليلة جدا. الرائحة جاهية. يا لها من مقلاة سحرية. تحصل ميو ميو على علامة. لدي أيضا إناء عجيب. ترى ما هي آلة المطبخ السحرية هذه؟ إنه الإناء السحري يجهز الحساء في 3 ثوان ويقدمه تلقائيا. الرائحة شهية. أحتاج إلى الوعاء الكبير. سيد فو، تناول من فضلك القليل من الحساء. هذا رائع. سوف أملأ به الوعاء الكبير. لذيذ جدا. شهي جدا. تحصل ميو ميو على علامة. العلامة الآن 4-1. ميو ميو في الطليعة. لقد أعددنا الكعكة وخضار والحساء. الآن سأعد عصير فواكه منعشا جدا. هذا خطأ. يجب أن تكون هذه القطعة في الأسفل وهذه في الأعلى. أجل، أنت محقة. سأعيد تفكيكها. ولكن ما عاد أمامنا وقت. لا مشكلة، فلنعد طبق فواكه إذن. هذه الآلة تحول الفواكه إلى عصير، لذا إذا رغبت في العكس قد تحول العصير إلى فواكه. ما رأيك؟ أهذا ممكن؟ طبعا. سيد فو، هل تعطيني من فضلك ذاك العصير؟ هي النتيجة 5-1. إن هذا رائع. أعلن الآن أمام الجميع أن فائز اليوم هو
أنا أعترض، لم تعطهم يوميو شيئا، بل كيكي وهو ليس متماريا لذا لا يمكنه الفوز. هانك على حق، كيكي ليس متسابقا لذا لا يمكنه الفوز. ميوميو أنا آسف، كنت أحاول المساعدة لكنني أفسدت كل شيء. لا بأس، أنا لم أفز لكن استمتعت باستخدام أدوات المطبخ السحرية. أيمكنني شراؤها؟ أنت أول زبونة لي. وأنا سأشتري طاقما لمطعم. اسمعوا، وأنا أيضا. إنها لي، أنا سأشتري أدوات مطبخي كيكي كلها. وهو، لقد بعتها كلها، لقد بعتها كلها. أجل. دخول الحمام قبل النوم. كيكي، يجب ألا تأكل الكثير من البطيخ قبل أن تخلد إلى النوم، وإلا ستضطر لدخول الحمام في الليل. حسناً، سوف أتوقف. سأخرج إلى النوم الآن. أنت مساء. أنت مساء يا ميوميو. ها؟ كيكي، لا تشرب الماء قبل أن تنام. حسناً، لن أفعل. ولا تنسى أن تدخل الحمام إذا لم ترد تبليل السرير. حسناً، سوف أفعل. كيكي، قالت لك السيدة ميمي أن تدخل الحمام قبل أن تنام. كيكي، لا تنصت إليه. بسرعة يا كيكي، اذهب إلى الحمام. مستحيل، فلتخلد الآن إلى النوم. أريد أن أتبول. أين الحمام؟ كيكي، يجب أن تكون حذراً وأنت تمشي، كنت تصاب بهذا. أنا آسف، أين هو الحمام؟ أين؟ إنه هناك. كيكي، هل أنت بخير؟ سيدة ميمي، أريد أن أتبول، أنا بخير. افتحوا الباب، أريد أن أتبول بسرعة. افتحوا. كيكي، ما الذي تفعله هنا؟ أشعر الآن بتحسن شديد. كيكي استيقظ. كيكي، حان الوقت لتنهض. لا، لقد بللت السرير. كيكي، طفل صغير لقد بلل السرير. لا، ماذا سأفعل الآن؟ ميوميو، أرجوك لا تخبري أحدا. حسنا، لنطلب المساعدة من دودو. فلنستدعي حفلة الأطفال ولنبدأ في الحال. تترتا، ها أنا ذا. دودو، لقد بللت السرير. كيكي، لا بأس، يبلل معظم الأطفال أسرتهم حين يكونون صغارا. طلب كيكي ألا أخبر أحدا. أيمكنك مساعدته؟ فلنذهب لتناول الفطور. لا، سوف يكشف أمري. لكن كيكي، لما لا تزال في السرير؟ دودو، ماذا تفعل؟ ليس هناك شيء، لا أشعر برغبة في النهوض. كيكي، لقد بللت السرير. لقد قام بكشف أمري. يا صديقاي، لا تسخرا منه، كلنا نبلل السرير. هذا صحيح، فهما يبللان سريرهما بدورهما أيضا. ميوميو على حق، هذا يحصل معنا جميعا، لذا ليس من الجيد أن نسخر من بعضنا. ولكن لما نبلل أسرتنا؟ هنالك أسباب كثيرة لذلك. نبلل سريرنا حين نكثر من شرب الماء أو العصير، أو حين ننسى دخول الحمام قبل النوم، أو إذا لعبنا كثيرا خلال اليوم أيضا. ما
من الآن فصاعدا لن أشرب كثيرا من الماء، وسأدخل حتما إلى الحمام قبل أن أخلد إلى النوم. أيها الأطفال، لا تشربوا كثيرا من الماء وادخلوا الحمام قبل النوم، لا تنسوا ذلك.